نروح للشحات، بما ان احنا كنا بنتكلم على المصابين. طبعا حضراتكم عارفين ان الشحات كان بيشتكي الحقيقه من يعني حاله اجهاد في العضله الخلفيه. الجهاز الطبي بيجهز ان شاء الله باذن الله حسين الشحات عشان يكون جاهز ان شاء الله لنهائي دوري ابطال افريقيا اللي هيتلعب يوم 27 بعد ما تعرض للاصابه في العضله الخلفيه خلال الفتره الاخيره، والاصابه دي يمكن حرمت الشحات نفسه من مشاركه الاهلي في مشاركته مع الاهلي يعني في ماتش طلائع الجيش، الماتش طبعا اللي ختمنا بيه الدوري. كل التمنيات بالشفاء طبعا للشحات. عين وصبيتك يا ابني، معلش بس قدها ودود، محتاجينك ان شاء الله ومحتاجين نفس الفورمه اللي ظهرت عليها مع الوداد في ماتش القاهره ان شاء الله تكون عنصر من عناصر الحسم في مواجهه النهائي.